عامله معانا مفاجاه دلوقتي، خلونا نروح نشوفها ونرجع تاني نكمل. يلا بينا. يلا احنا حبيت نعمل لك الفيديو هذايا بمناسبه العيد للامهات. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير رحمه، وسلم لي على اصحابك الكل اللي معاك، توت ليكيب اللي معاك. رحمه توحشتك برشا برشا برشا، ان شاء الله في الصيف تجي هكاي ونعملوا جو ونحوك الوحشه بتاع السيم تاع الشتاء كامل تعدى ما شفناش بعضنا، وانا راني ديما معاك ديما مساندتك. راني فاك البرنامج بتاعك هذا اللي انت طلعت فيه، وقاعده كل يوم نتفرج فيك، ونتفرج في نور، ونتفرج في احمد واسامه، كلهم يعطيهم الصحه اللي كيف الكل اللي يخدموا معك، وان شاء الله ديما من احسن لنا احسن. ورحمه نحبك برشا 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 برشا، انا بعث لك بوسه كبيره. واحنا كمان طلبت بيبعت لك بوسه كبيره قوي 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 اهو. كبيره قوي. ميرسي يا ماما، حبينا نحبك على الاخر. والغربه وحشه، وانا بقول على طول ان انا اتعودت عليها، بس اهلي نقطه ضعفي بصراحه يعني. ربنا يخليك ليا، ربنا يخليها لك يا رب، وربنا يخلي لنا امهاتنا كلهم. انتوا الخير والبركه ان شاء الله. ان شاء الله.